اشرح لي احساسك اول مره لبست الفانيلا الحمراء. لا طبعا انا كنت مبسوط جدا اليوم ده لان انا عارف ان الناس لا كلمني على احساسك زملكاوي اصيل عمال يثبت ولائه لنادي الزمالك وبيشتم في النادي الاهلي وفجاه بقى لابس الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي. ما انا قلت لك كانت عامله ازاي. انا قلت لك النادي يعني النادي الاهلي انا لما رحت لقيت الناس بتحبني او انا حبيتهم. احنا يعني انا ما كنتش اعرف اول يوم ليا تصوير ده انا حسيت ان انا بقالي كتير هنا في النادي من حب الناس ليا ونظرتهم ليا. فبالطبع ان انا المفروض كانوا لما الاقي فرحانين بيه؟ لما اكيد لما الاقي حد بيحبني فاكيد انا لازم احبه. ما كانش في حاجز نفسي؟ لا خالص والله. اللي يشتريني هشتريه. للدرجه دي محترف؟ اللي يشتريني هشتريه. ولا زعلت ان الزمالك عشان حسيت انهم باعوك او انك ما تقدرتش؟ لا خالص لا عيبوني ليه ورجعوا تاني كلموني. كابتن رضا عبد العال قال كلها 3 شهور وتمثال العجوة والعسل اللي عاملينهوله يسيح. ايوه عشان كده واخد 3 كاس عالم واخد بطولتين مع النادي الاهلي والحمد لله الحمد لله مساعدة زمايلي طبعا عشان كده زي ما هو بيقول احنا هنا في مصر. انت طلعت رديت عليه قصفت جبهته وقلت له يا هجاص. احنا دايما في مصر هنا بنحب الشو بنحب الضحك ان ما بلاقي اي حد بيقول اي فيه فخلاص هركز معاه فهو ده موجود عشان كده. مع احترامي للكابتن رضا عبد العال طبعا انا بحبه بس هو فعلا بيضحكني يعني هو فعلا في حاجات بيقولها بيضحك. هو مر برضه بتجربه شبه تجربتك شويه. لا راح من الزمالك للاهلي. اوكي في فترته زمان يعني هو عدى بتجربه مشابهه بس يمكن انا اصعب شويه. ليه اصعب؟ اكيد عشان الظروف اللي انا مريت بيها عشان انت اللي اخترت. اكيد هو طبعا هو النادي باعه انت اللي اخترت انت اللي خدت القرار وخدت الخطوه. انا اللي خدت القرار طبعا. ليه وصفته بالهجاص؟ انا قلت لك علشان هو الناس عندنا هنا بيحبوا الترند بيحبوا ان انا مثلا لما الاقي حد بيقطع في حد او مثلا حد بيتكلم على حد فانا لا انا اخش اشوف عشان اضحك فهو موجود عشان كده يعني. الكابتن رضا مع احترامي ليه ومع احترامي لتاريخه انا بحبه والله العظيم ما في حاجه من جوايا الكابتن رضا عبد العال انا بحبه جدا بس انا زي ما هو طلع يتكلم عليا عادي انا قلت عليه هجاص هو فعلا هجاص بس هو محلل ونجم كروي كبير واكبر منك في السن ومهنيا من حقه يقول رايه وعنده تجربه وخبره. لما هو اكبر مني في السن يا ما بتقفش انت عند الحته دي. لا زمان انا بحترمه هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه يعني على مستوى الشخصي. بس محلل ماشي اوكي بيتكلم عن لعيب كوره ماشي وانا طب انا لعيب كوره عادي ايه المشكله يعني ما انا الاقي حد بيهاجمني بيحلل وانا قلت ايه بيحلل الموقف انا قلت ايه برضه يعني انا قلت هجاص. ايه المشكله هجاص اتشهر بيها اكتر مره اتشهر بيها. انت اللي شهرت كابتن رضا عبد العال بسبب الكلمه. لا كابتن رضا مشهور. لما قلت له يا هجاص لا طبعا الكابتن رضا مشهور و قلت لي الدكتور النفساني يعلمك ايه. لا والله ابدا يعني انا فعلا انا بحب الكابتن رضا عبد العال والله ما في حاجه من نيتي بس في كلام بيقوله ما ينفعش اقوله مش عليا انا بس على في لعيبه تانية يعني انا مثلا ما بتاثرش بالكلام ده مهما يتكلم من هنا لبكره في لعيبه تانية ما ينفعش ان هو يطلع يتكلم عليهم لان هم بياخدوا جواهم فبالطبع ما يعرفوش يركزوا في الملعب. انا كده بيتاثروا في ناس بتتاثر انت ما بتتاثرش خالص. عشان بترد لا والله حتى لو ما ردتش والله ما بتاثر بحاجه خالص والله